خلينا نروح لأحد النجوم الكبيرة جدا للنادي الأهلي، وأحد الناس اللي ليها دور مهم جدا 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 في فترة مهمة من تاريخ النادي الأهلي، النجم الكبير كابتن سيد معوض. ازيك يا كابتن سيد؟ ازيك كابتن اسلام؟ ازيك يا حبيبي، اخبارك ايه؟ ربنا يخليك. عامل وانا ايه؟ اول كله تمام؟ ربنا يخليك، كله تمام. اول حاجه البقاء لله، يعني انا كلمتك كتير والله تليفونك كان غير متاح، فربنا يرحمه يا رب ربنا ويخليه يخليك، ويجعله البقاء من والدوام اهل لله يا الجنه حبيبي. يا رب يا ربنا رب، يخليك يا سيد، ويرحم البقاء والدوام لله اهلنا جميعا يا رب يا رب يا يا رب رب. يا رب. كابتن سيد، الحقيقه انا لسه كنت بتكلم عن ان النادي الاهلي عندنا مشاهد كثيره جدا تخص ان النادي الاهلي هو الافضل من ناحيه الجمهور، هو الافضل من ناحيه الاداره، هو الافضل من ناحيه اللاعبين. يعني هل انا بتكلم صح ولا حضرتك شايف ان احنا ممكن طبعا يكون عندنا افضل، ولكن من وجهه نظرك شايف الامر ده ازاي؟ هو أنا بشوف إن البطولة دي كانت مهمة جدا، توقيتها كان مهم جدا، نعم والنقطة الأهم إن كل واحد، يعني أظن إن البطولة دي فيها تكامل كبير جدا، كل واحد قام بدوره، الدور المطلوب منه، يعني الجمهور قام بدوره، إن اللعيبة قامت بدورها، المسؤولين قاموا بدورهم في نفس الوقت، يعني اللي حصل مثلا في ماتش سان داونز كان، يعني كان ممكن الهزيمة يوقع الفرقة، بعدد كبير. مظبوط، أو ممكن يوقع الفرقة وممكن يحصل بعدها دروب كبير جدا، إنما اللي حصل كان في مساندة من الإدارة للعيبة، كان في مساندة من الجمهور في كل الماتشات اللي بعد ماتش سان داون، اللعيبة كانت على مستوى المسؤولية، يعني بعد المباراة دي مباراة القطن بره ملعبك وبتكسب بنتيجة كبيرة وأداء قوي، فده رجعك بشكل كبير. فأنا نعم بظن حلاوة البطولة دي إن هي لا، يعني إن أنت مشيت كويس في ظروف استثنائية، الناس كلها كانت بتقول ان انت بره البطوله، اول ما جات لك الفرصه وسمحت لك، لا يعني كنت انت المنافس الاول والمرشح الاول في البطوله بغض النظر عن بتلعب مين، انت بتجيب بطوله من بره ملعبك، فرقه الوداد انا بشوفها من الفرق الصعبه جدا، والنتيجه هنا 2-1 صعبت الامور بشكل كبير، انما انت كان عندك ثقه، يعني اللعيبه طالما بتلعب بثقه، لعيبه واثقه من نفسها، زي ما قلت لك الاسبوع اللي قبل المباراه انا بشوف ان من اهم الاسابيع اللي عاشها لعيبه النادي الاهلي هو النادي، لقوا مسانده كبيره جدا، حتى هتكلم على السوشيال ميديا، مسانده كبيره للعيبه، ما فيش حد ضد لعيب معين، ما فيش حد ضد اللعيبه، حتى والنتيجه 2-1 الناس كلها واثقه فيها، فانا اظن لا، يعني بشوفها من البطولات المهمه جدا في تاريخ النادي الاهلي في توقيتها وظروفها الصعبه اللي مر بيها النادي.